الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سورة الأنبياء وهي مكية. سورة الأنبياء أيين إن شاء الله تعالى أول كذا قبل أبينا وسورة مكية آيات كذنا بقول يلبية من آيات أيهين سمي بالأنبياء. سورة الأنبياء بالغم قعبي وحي تاتابن دونتا أنبياء دا أيه تاتابن دونتا وأي اسماء دو دا ترين دونتا إن كميدا قاركو ابن قصة دو دا وحبي كتابن دونتا سيدة نبي الله إبراهيم وكالي عليه السلام وحويا إلا نبي الله الزكريا أي مركا سورة تاتابن دونتا دي لهنا. سورة الأنبياء ما دام أي سورة مكية تهي وحي حوق ساري دونتا عقيدة دا أي حوق ساري دونتا وحكى له أي لمناقشون دونتا وأي دوت لقلي دونتا معنى وحويا منكري الإيمان هو إيمان كي عقيدة دا إنكري قال لها أي دور هي معركتي واحتسد بدن آيات قال سبحانه وتعالى حلقات الصيام أي سورة إن شاء الله تعالى سيد سورة كمكي قام قرانا إنه أي ورم دون تا إلهي إذن كي بعثي قاية حساب تا قيامة يوحرن وحبي كشي دون تا إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وحوك بالأبي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب واو دوادي للناس ددك وحاو دوادي حسابهم حساب تودي وهم في غفلة والحال يبهم أي كسوينين في غفلة غفلة أي كسوين يا هلمان معرضون يوغو مكا جيسانيا وحقك جيسانيا ما ياتيهم وميما دو من ذكر ذكر وميما دو حسوسين أما كتاب الله أما قرآن وحسوسية ومن ربهم ربي قد حقي سكيم ذو ميما دو محدثين كاسو آمد لكيانا يولا سوتري شيئا فشيئا استوسع ذا إلا استمعوه ويدا يستانون وهم يلعبون يغو اسكعياريا أي دقيستان وعندك شلق السينين لاهية حال انتهي تي مركا وحويا مشغوصا قلوبهم قلوب توضي معنى وحويا مد مشغوصا حال انتهي ولهو كسوغا واسر النجوى واسر وحيقا قابصدين النجوى فقيبه هوسو دقين أو قابصدين الذين كوي ظلموا ظلم قسميين ووحي السلادين. هل هذا معنى وحويان كنساء ما هاون إلا بشر بشر أو مثلكم إذن كو كلامو يعني سو إذن كو كلام ما أفتاتون موحادو إمان إيسان السحر سحر كم يابو إمان إيسان وأنتم تبصرون إذن كوينو السحر ياينا أرك يبا. قال وحو للنبي عليه الصلاة والسلام ربي ربي جاي يعلم وحوق يعني القول هذا الك في السماء سمدا كائن في السماء وكائنا في السماء هذا الك سمدا قصقا يا أهل السماوات يا كور هذا يا موقعي يا والأرض يا هذا الك رلك قصقا يا أهل الأرض يا كور هذا يا وهو السميع والله وكي مقرك بدنا
مقلي لأقوال عبادي العليم بأحوالهم مكا علمي قنول أحواش رودن بقال وحي لاذين أضغاث أحلام وريوين أما هواويو اسكد حقسنو معنى وحويان أنك العطين هذا الكلام ليمن بل وحي لاذين اسكبدا يو افتراه إساقا بابو الطيب بل هذا نوحي لاذين هو إساق شاعر وقبيا قبيا أبو يقانو قبيا قوذن كوك حيسانيا فلياتنا هن أوليما دو بآية معجزة هن أوليما دو كما أرسل سيدي للدري الأولون كوي هرين نبي يدي سبو كلاها مرسلين تاها معجزات كي للصو ساري وكالي مون أوليما دو أما هن أوليما دو ما منت مير رمينين قبلهم هرتو من قرية 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 مير رمينين أهلكناها أن هلكني فهم يؤمنون ما يرى يا مركا الرومين يا كوي كوريبا ما الرومينين نعم اقترب للناس حسابهم الله سبحانه وتعالى وقل يا هاي ساعدي أيادك ودوات وهم في غفلة وحين كسجين هلمان أي ساعده الماسيهين معرضون وين كتشي سنيانو ساعدي الشان يذيب وين كتشي سنيان مكالاي سبحانه وتعالى تشيغيا ساعدي وين الدودة هاي ملاقى القضو حالي نغسو يدبا ساعدي ويتمد لواشها وحبالا عبر مرر كتار قد فعل الماضي ووحل إلي أتى أمر الله أمر كيلا هاي واو يمد وكانه أتى إنه يمد أو دعاي وكلام معايا لو حنري كل آت قريب وحكى الصائمان يا وأولويه وكل فات بعيد من كستو تغينا وفوق يعني وحصون نقرا يا ماها لكن وحكى الصائمان يا ووحده سيدا ترتيب إلى ساعة القيامة هي حساب وكدقي وحده وكدقي مرات قال كود لا وكدقي بري وحده عيا ولتنظر نفس ما قدمت لغد وحي بري نفط وهر مرسنا يسو ها ايبت مكا عمل كاغن بري بابا لغو تسيا انسان يهو بري بابا لغو تسيا مكا وي دواتي حسابتي مكا ما دام حسابتي دواتي امتحان كوي مكامر كدو يهي ارديد وحي قلان ديار قرو امتحان قلان امتحان كاكو سابسان نيكا يسوكو امتحان كسو سعدو امتحان كي ودو يهي حتى أنا غفلت كسو غنى امتحان كانوا غيني وانين آن معنى وحويا عقل بضان ملاح طيب إنسان كإله وإله حسابتي ويدوده اللي حسابين هنا هو السادة سبحانه وتعالى مركا معنى وحويا لكن ضدكي ويهلمان بيك غسو غينا لتعرضها غفلت بيك غسو غيني مركا غفلته وحي كمتاعي أمراض قلبك كدعا أي كمتاعي وحنونا ذا قلبك كل عاي كم انت غفلت او انا موغناتو او هلمان سناتو او واخ كوغو سو سودا او دغتا اني كو ايمانيان حدنا دي لو سنتahay waxa weeyaan sifa fi aan maaha al ghafla macna waxa weeyaan marka qofku waxa la raba ghaflada maxa ka soo horjeeda inuu qofku xasuusan yahay waxa uu soo socda marka qofka aaqilka maxa lagu yaqaana waxa uu ka fakaraya waxa iimanaya الكيس من دان نفسه وقفك نفتي سحسابيا وعمل لما بعد الموت اودي القروبة وحق يريد كدن بيا والعاجز من أتبع نفسه هواها ننك عاجزك وحما ترنسدها وننك نفتي سراعية هوذينا وهوذو محيك ورنا إساء بالربة توبت كيلي دونتا وقت بدن باقواري قيامه وحفق وحوى ينقب السبيلتا قبا يسوق مع سيدي كجراء ويسوق مشغول سن هدنا يتمنى على الله الأماني وعلى إلهي بقود بداف دونا سيغفر لنا نكاس من حساب تمايا ما من حساب تمايا نفتي سل حساب تمايا ما والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أماني ذنب أنت
شيطانك وتوقف كل شيء مركا شيطان كبير رن مودة يا أماندي يدلوي كبنتا يصور كبنتا وسينا يبن آدمك لأن مركا حقيقة تماضو موت كي جريدي تماضو على مركا على عشاء وحبا ما تريسك مركا وحر ربا أن تحاسب نفسك قبل أن يحاسبك الباري سبحانه وتعالى إن النفط هذا الحساب تنتو أنت أن إلهك حساب حسابتي على نوع دودة لكن الناس في غفلة عنها تدكوه المانسين وهم معرضون مركا دي غفلة إعراضك فرق ما عود حياة ومقضى إعراضك وحويا شيء قواد إسكبت ديدو أدو سيغتشيستو ما بدون يسيدنا الحسوسته نعم ينقى مركا قفك الجيري دل أبوسو هذا القاضو إلا دو الجيري باكسو قيسا ورشقيسو وحوضاه حسوسنا يا مركا شيطان كي نفطين يكحب ويدانان موياني لكن معرضكو معنى وحويا لا يبالي بها كيريد يوم حنبو حكامسين وحيابك لي عقائد فاسدة ليس مصو صار يوامسين ياي نلوشا نلوكا تنبي سماء مجرتو آمسين ياي وقالدو سلو بذين مركا كيريدا مجح علي اللي حسوسيو قفكو ينو يران كوش على انتنا قالدو مجح على او مركا قفكو دا يرو كل انتو كأنه هنا أنا يهين إنه إنتو ساسو كلا يلا بلا متاعي ما كقفك يران كل إنت يتأسفون على يافر خاصة قفك دو الشورا لها وقف مق على لها وحويان وحلالي يعني محي إلهي بكسود الدجيمة نايتشر كيه طبيعة دي بكسود الدكت أو طبيعة دا أيات الموت كيه جريدة كين إساكتو دا نعم الله مركا أقول لي يعني هم في غفلة معرضون ما ياتيهم ومي مادو ما روانا فيه من ذكر اي ذكر واصله منتو ذكر ومي مادو معنى وحسوسينيا قرانك وحن نري وذكري وحسوسيه قرانك واو نحسوسينيا وحي نفتي لو بيسو او انسانك وحا لو يبتليه نسيان بلا يبتليه وين نجي سو مريني نسي ادم فنسي ذريته آدم ويلوبي آدم ذريتي سنوي لوبي مركا إنسان كا وحلو يبتلي وحلو نسيان وما سمي الإنسان إلا لنسي وما القلب إلا أنه يتقلب إنسان كا محاولة غمق عاب إنسان لأنه ينسى وحبو يلوبي مركا قرآن يذكر ويحسسين يا وحاو حسسين يا مآل كيسي وحو حسوسين يا معاد كيسي وحو حسوسين يا مصير كيسي تبنى عندي لها وطلق علينا وحسوسته يتذكر نعم واكي ابن مسعود لها مركو تقوى ذكا ورمي يوحي تاي أن يذكر فلا ينسى والله لحسوسته وأن ليلوب ويطاع فلا يعصى أولا أطيع أولا عاصين ويشكر فلا يكفر او مركا لغو شكريو او آن لا غو كفرين انتا سبسو قوبي معنى التقوى وحيتاي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مركا ما ياتيهم من ذكر يحسوس ومي مادو او من ربهم حق الرب قولوا بي مادا محدثين كاسو من شيئا فشيئا ويمنأ او قرانكو وحوصو دقيقي آير آير مربع آيات بالسود جيني وحسوسي ساء مركا وي حسوسنيا فذكر بالقران من يخاف وعيد قران كواني قفك كعب سنيا الهي هنجباد وهنجبيو الى هنجباد الى هو يمن دونتا لا محالتا وهو ارك دونا انسانكو مركا محدث وقران كواتي لنو شيغي وصرفنا فيه من الوعيد اوان كل كلا دغدغينا جود ديغيا هنجبادا أيام كوكالا دغدغينا قران لعلهم يتقون ولنا عبسدان او يحدث لهم ذكرى اما هو سو دريو حسوسنا وحسوستان نعم وقرانكو وحسوسية عجيبة الله مركا وليها الا استمعوه ويسكم قرانون وهم يلعبون ايغو عياريا او لهو يا عيال سجتش على الدنيا دي ودنبا الى كنت المامي لهو يا عيال نتاي اعلموا انما الحياه الدنيا لهو ولعب
الدنيا إلهي أبو ريبا وحلا يعي وحد وقاتارين أي تايون عيار هي دل دل نعم مركا إلا استمعوه وهم يلعبون ويسكعيا ريانو لكن كوا الإيمان كي قلوب تودا أيا دريميسا أيا قدد أهل اللعب ماها وأهل الجدي ويديار قروبيا نفتو دي ديارنا يان وحيكم مشكور سيين عمل صالحا أيكم مشكور سيين لا هي تنحال ايتهاي تيمركا وحويا معنى وحويا لا هي وهو نوع مشكور قوم يلها عن الشيء وقو مركو شيء كمشكولة أي وحل لا شيء قاسو كمشكولة يلها عنه نعم قلوبهم قلوب توديبا مشكور سن قلوب تايا هايدن وحسوستو أي وحي كم مشكور سنتا هاي وحكا ليه الدنيا يكون مرقان سنتا أو أشرب في قلوبهم حب الدنيا الدنيا ذا جعل كذي أي قلبي قودة لننسي يولا ورابيي ها مركز قلبي معنى وحو النقضي مشغول بدنياهم معنى الدنيا ذي كم مدكم مشغولة يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل قفك الدنيا ذا مركا هي مشغولة سو ايه هاي السكرات كل الدنيا ذو ويسخرا مساوح إلهي باي نوش يا جاي إنا مركا شيطانك يا نفتا يا الدنيا ذو هاي قفك السخرا من ايام ووحق روح بدن إن الدنيا حلوة خضرة ويقروح بدن تاي ويمعان تاي وإن الله مستخلفكم فيها ألنا الدنيا ذاس وإذن دحلسين يا وفينظر كيف تعملون لكن محو يا الدنيا ذن فالوحد سميسان تشقيسان بو يجيا لا هي تنقلوبهم ما كان قلبك وحل ربا إنه يا قلبي سود جيدا أو آخركم مشغول سن الدنيا أنكم مشغول سنين وأسر النجوى لمن كي معنا وحويا وضياشها وحي قاقاب سدين فقودي هوس بيوشة كيستينو وحي لادين هل هذا إلا بشر مثلكم معنا الذين ظلموا ذا وحويان علماء قاكد معربين تاو حيلا يبدل بي واو فاعلك واسروا لصعدا يبدل كتاب وواسروا النجوى وحي قاقاب سدين فقي الذين ظلموا بقاقاب سدين أقوى قاقاب سدين الشيخية وأقوى ظلمي السمينيين أي ضولة دحدو ذا هل هذا أو كلميو يهي إلا بشر مثلكم سو كم بشر سدين نونا السعوديه وحونا يا دركينو كلون خيرانين ما ملك لسو ديري لي ملك ما لسو ديرو وا ما حي وا نكان ان غرانين ان عبد الله ما رتي عبد المطلب مياد لي سو بشر نو كلون يا كو يشرب وحاجات كانو كلا له مركا وحي لادين هل هذا الا بشر مثلكم وروا بشر ظلمهم هي افتاتون السحر وهو تانا مركا وا سحر وواحد عجائب تا وضد قلوب تا وضد كحي كحيسانة يانا وسحر ما كان سحر بعضه من إنسان هذا حق الذين سحر مئة سرة سنة إنسان وأنتم تبصرون إذن كونوا سحر يعنى أرك يوم جيدا مئة هذا نسحر صوت من إنسان وأن من كي يجيب موعدا يوان يسجدين يوم ويسوانين يانا حليين والسحر معنى وحوين هو إيماننا نعم إن السحر عنده ويجين معنى وحويان وسحر يا وحو البكاء عجيب سيهاي وياركيان مركا قال وحو لنبي عليه الصلاة والسلام وإلهي باكحكا يونا يا ربي ربي يو ربي ربي جاي يعلم القول هذا الكو مقلى يا أولا سعودا ككر لو قاد يو كلا سريسان يو انت بولا سعودا كائنا في السماء هذا الكاس السماء كدعو والارض اما دولكا كدعو انت بالله واوغي هي نعم وهو السميع ويان لاقوال عباده وكمقلا ادومنكي ساقواش يا الكود واو مقليا العليم باحوالهم احواشودنا واوكا ورهيايو ووغي والله مره دويرين معنى واخ ويان ونعلم ما توسوس به نفسه نفتي سوحا يوشي كينيسو ايان لسعنا معنى واحد ايان مركا نفت وسوسة النفس ايها اللوغي سبحانه وتعالى قبل ان تتكلم
وقبل أن تتحدث أنت أنا كبه الله أنت أنا عبك لوسر أيسان يعلم ما في الضمائر وحوجي أي الله وحد ضمائر تقصجا أي أوجي سبحانه وتعالى يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم مرك القرآن كواين وحش يا جاه أو أي قرآن كان معجزة عجيب كاسلا هو رمي أي أحوال العباد كشاكيني أي معنى وحوى خلق بشر كشاكيني أي نفتو ذا الله هدليا أي دريمدو ذا الله شاكيسانيا وأين يحكوش يا جان مرك القرآن كي هذا قول أو يسقط جان ما هيا أو إلى أنا وحى وكجويا مر هذا لك هاي من وحى يرانا يا مر وأضغاث وأحلام مر وحى يرانا يا إسقى أبو طيب مر وحى يرانا يا وأساطير الأولين مر وحى يرانا يا وسحر مر وحى يرانا يا وشعر مر بوحبي كشيريا مال رسمية ما يستان بل الوحي قالوا وحي لاذن أضغاث أحلام وأحلام تواجمع حلم حلم كنا وهواويك مركا وهواوي أضغاث كنا ووحى أخلاق يسكن إحجا إلا كالسار من مركا معنى وحي وحي لاذن وهواوي استنحيا عيو وحكى الصوع عن ملك أضغاث أحلام مركز كان مغذينات الوحي لأن بل إسكد أي مسايحي افتراه محمد إساقى قرآن كان سميستيو وأن صنيع الغضاء يوحن آب انتو وحي الإراضي عجيب وقرآن كان با إساقى سميستي هذا المركز الإراضي إساقى سميستي إساقى إذنكو بس سميستي باي من إساقى مركز ماشي ويكع عجيزة يعني نيجي وح سميستان هذا الوحي لأن بل هو شاعر وارما هي وشاعر او شعر كينن او زانتي سي وحن انتو ضافي ايو شعر كلو معنى عجيب اللي يمتبيني مركا اوزان الشعر العرب وحلا يقاني بهاية او سيرو دعالا يقانو او بحور طيبادها او كو ارارا يقانو مركا بطء الله يستو يا بحر ويهي ايو سو ساري وايين مركا هادنا انتا سو ساري وايان ايو رنجرين وهذا هو سحر ملا او عقوش إنه سحري أو واحد ويا واحد يرجعين وننكاسي تدق سحرية مركب مقشان هذا الكا دقها إسقطها أو ما رتين دقت إستبوا يرجعين نعم إلهي وحيني مركب وحي إلى ذن فلياتنا هنولي ما دو بآية معجزة هنولي ما دو آية دو حرجلا معجزة يابله هنولي ما دو معجزة أنا وحي ربا مركب إنه معجزة حسية نقطة ومعجزة ده من معنوي ومعانية يمن حسي ولا أركي كرام أي لا ده مركا وحي ربان أما وشي مسوكلة أما مارتي معنى وحويا عيسى مارتي دب يقول يمد وكلة وحي يقول ربان ونساء أما هشي ثمود وكلة صالح إنه إلا أولي ما ده إلهي سبحانه وتعالى معجزة القرن وحكدي القرآن إنما معنى وحويان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي أنبياء وروح النبي عليه الصلاة والسلام كل نبي معجزة لسيه والزمن كيسي كوكو بنيت وإنما الذي أتيته كانيه لسيه معجزتي ووحيا أوحاه الله إلي ووحي إلهي وحي يودي أو معنى زمن إلى قيام الساعة إصابه يتحدى الجميع عد والبعر ليس وك العر لك عليه السلطة الدينة جني ينسي والوحى غطي ما دان قرآن كانوك عليه آية منه سورة منه بل لي ماذا مركا ولا عجسي ولا لي منك روايي إعجاز كيسو وحولي إعجاز علمية وحولي إعجاز تاريخية وحولي إعجاز بيانية وحولي إعجاز تشريعية وحولي هاي معنى وحويان إعجاز مارتي معانية بيانية وحصنا بتعلقة معنى إعجاز كقرآن كمركة وإعجاز شملية نلشة أوردن معنى وحويان لنعي ذا متكلية أو مركة لغضة ينكر يوم أو للي منكر يعني مجرو معنى مركة أساسه كالإله وعليه مركة إلى ذين فلياتنا بآية آيات هنولي ما دمعجزات
كما أرسل الأولون سيدا كوي هرب معجزوين كالولا صوت دري حس جيل عركة يو أنا جنا مثل عركة يهن ولي ماد معجزات حس يو العركة النبي عليه الصلاة والسلام وأولي مد أو معجزات كيس وحلا ترين كرو ما هين تربو على مئة معجزة بقل معجزات أو كل الدول أي ليل أو انشقاق القمر وكم إذا اقتربت الساعة وانشق القمر ضيحي أو لك الدلاعي مركا إلى ذين على نص آية أو إنه ذاك وعكين مكان معنى وحوى الماء ينبع من أصابعي فريس النبي عليه الصلاة والسلام بيو كن يشم وقال وقف كوي سيستان أما عدد كله أيا فريس كبر قني معنى وحوى كان يحن إليه الجنع معنى وحوى جيد أسمارة أما تجريد داسي وحوى رسولك صلى الله عليه وسلم ويؤيس حيوان كوي لها اللين نجحانت ويسلاميين مع معجزات ما كان لكو بكريم وفي نفسي كم قطع وفي أهلي كم قطع وفي بيتي كم قطع وفي حياتي كم قطع وفي أعدائي كم قطع وفي أخلاقي كم قطع معجزات كاسو دمو النبي عليه الصلاة والسلام وقال لكو بكريم نعم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون مركا إلا يبعني ما آمنت ما بين رمين قبلهم يغورتين هرتوت من ما من قرية قرية منكم من تواصلة أي قرية قرية هرومي رمين آيات كاس مركا إن قد البدين أنو كهني مي رمين أو فأهلكناها أن هلاقني مركا معنى قرية أن هلاقني مي رمين وآيات كامركا أنو كهني انت البينيين بان هلاقني كوة نصدا سوكرو حتى المعجزة دي دوني أنك أنو أوي بورا إلي المكان لنا ورحان ورحنا ووحا إشيغان ياندنا سمينا وأي بينيان هلاك عامة أي كسو دقيا تاسنا رب يموت دوني سبحانه وتعالى ما أهلكنا ما آمنت ما يرمين من قبل وما يغورتو من قرية أي قرية قرية ما يرمين أي أهلها بلو جيدا أهلكناها أن هلاكني قريو إن كان هلاكني مذر ما يسيمجرنا آيات كيلو كياني أفهم يؤمنون ما يجا قوة كدوانه ما يجا رمينا يا أيقون ما رمينا يا وما أرسلنا قبلك إلهي سبحانه وتعالى وحده أرتا ما ننذر إلا رجالا رغم يان نوحي إليهم أن وحيوني أما يوحى إليهم سد قرارك لا لو وحيوني ما كما دام إلى ذي وبشر فلو جواب يا يو ددك هورن ديرين انبيدي آدم كسو بلو إلا محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه ملك ملك مجر كلهم كانوا رجالا رب يعين رب يعين رسالة على الله سور ديبي ضدك وحي كجد ونعين إلهي مضارتي أو اختياري تبددنا تكلفي مسؤولية لصوصاري معنى وحويا أو مبشرين ومنذرين إن ضدك وبشارين أي لو الدقيان مهمة دولو انت سيعين كرامات بإلهي سوسية معجزات بإلهي وكوأي ذي سبحانه وتعالى مركا وما أرسلنا قبلك أذيك ورطا ما ناندر إلا رجالا مويان نوحي إليه ما نوحيوني وصحف إيو كتب إيو آمسيني فاسألوا أهل الذكر فاسألوا ويدية أهل الذكر كوا الذكر غو صاحبك ومركا كتبتي أي لوغة جدا كوا كتبت لوسو دجيي أهل الذكر ويدية إن كنتم لا تعلمون هذين أن إذنكو وحبا قرانا إنن كوا ويدية إذنكو حما قرانا إساني ووحوا جهل ما إذن هيا أمراض ومضى كل عنا جهل ووحو كد مذي هاي كوا وقوا وي هذين ومضى جهل إيا مركا دي معنى وحوا يسكر عان فقري يرى إيا مصيبنا وحويان وحيابها لقعوا بالليستو مركا نمان كان جهل ما قلعوه وحبا ما يقرني نمان كتاب لما يعين نمان وحا خرسته ما يعين أحواشه الله يعين إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون قبا يقاو الدينها معنى وحويان سلا وقها وحوالبا قبا يقاو فصاحة داسي وحاسي اسكده بسعودين
لكن ما يعين من رسالة علم هايستا ما يعين مركا وحالي لا يعين هداد أهل كتاب كي كو رمت الشيغي أهل ذكرها هداد ميلو كالقاري كتان وحويدية أو كو رايستا نعم فسألوا أهل الذكر علماء وحي كقاتين دادك وحلوي الدين يا هنا يهين دادك أهل العلم يا أو مسائل كالدين يا شرعي يا هي فتاوي يا شرعي يا وحلوي الدين يا أهل الذكر يا ما أهل العلم يا هيا لو الدين يا عد والبا وحلما ودين يا ولبا علماء وحي كقاتين أو كلا كل فن يسأل عن أهله فن والبا وحلا ويدين يا دتك أهل قوة سدني نجمارة تايس كل حي على رنتو ما هنا نقطة فنلش فوضى معها صحابة اختصاصات بك على عين إله القف والبفتح بوصي يا أبو فرا ابن عباس وحها فقيه الأمة أو فقه يا تفسيرك أيو بارع قوها وحويا أكثر معنى وحويا علماء فتوى أيها معنى السيد ابن عباس وحلوه الديو أبو هريرة واسمه محدثها هذا نفقه السيد ابن عباس لو يدي له مو يدجر سيد معنى لكن حديث كي يحب ديسا يين لقاقاته أيها لو يدجر مثلا عبد الله بن مسعود يا أبو موسى الأشعري لبا صحابي وصاحب بيايا لبدو بقرآن يا عين، لبدو بقرآن كوحي يا عين دتك لو قطعوا، آت كوي قانا، ومع ذلك ابن مسعود كان أفقه من أبي موسى الأشعري، ابن مسعود هو كفقي سنة، وفقه هو كي قاني أبو موسى الأشعري، مركا أبو موسى وحورنجري، وأرمار التياريج وحبها يوديننا، ما كان هذا الحبر فيكم، أنت عبد الله بن مسعود هاي ستان. أريج وحباه ويدين أنا بورنشر. سيدا سو كلامك معنا وحن قفك الشيء جو اختصاص كولية. أو يقامه وإلا ويديه. عيد والبيو حلسك ويديه ما. إما جاي نروح على عمل مجالس تال اسكفر ديال اسكشة كيسنا. قلت ضمن عيارس. أيا ذلك سايو مسائل كوجوا وين الدين جا. أيا يسوي الدين يا. مركاسو كل ويدين يا أنا. أجهل من حمار أهلي. طمير كوجوا كل وكا قلتا. لكنه يفتي في الدين واحد قرر ان الدين لو يديه عبك كرماي وين كاتب طبيق لغه وحو لغه ويديو او لراهدو معنا عذر كعين كاس اساسي اساسا ما حد كتقنا وورن عبك ما قانو لكن الدين دينته وحو لغه ويديو وا مفتي اسلام هو اللي قال يغو با سوشاله يغو با سفطودا معنا مركا قال كود سؤال وحا كسوبخاي وحيابه غريبه ايا فتودي كسوبخاي الله يعطوا مركا يا بلي فسلوا اهل الذكر دتك علمك او صاحبك يا قونت ولا وحاس ويديا ان كنتم لا تعلمون حتى اذا انك وحب قرنين نعم وما جعل وما جوار المسلده صفته ولا يوحك سبسني وارن هذه ادوي وانا مره لو كان قضي كتابك معنا وحو يا ابن القيم ولي هي قال هذا إعلام الموقعين عن رب العالمين وكتاب الله في المجلد أوين وعجيبة وشيخة سكذا ورمي معنى وحوى أدب الفتوى يا وحلو الدين يا وارن عجيبة ويا بضن لكن إمك واحد عضي معنى وحوى كل يسأل قفو البعبة لو الدين يا نعم مركز القفو البدين تلا كفتوانا يا زمن كي نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام أو ينمارتي معنى وحويا لا يقبض إن الله معنى وحويا يقبض العلم بقبض العلماء إلى علمك وقبضون دونا وقاضي دونا معنى وحن علماء دونا قاضي دونا سوى علمك وقاضي مركا بقبض العلماء معنى وحويا مركا وحن عيسو النبي عليه الصلاة والسلام وحن عيسى إن معنى مركب علم ذي القاضي علماء ذي القاضي اتخذ الناس رؤوسا جهالا ضدك مركب حيالنا يا ضد مركب وحي جهالا أو يجو أي إمام ذين أي يالنا يا فسؤل مركب وحبال لو الدين يا فضلوا وأضلوا أيجو مركب ويلوم يا معنى وحويان ضدك ويلوم يا
او اصول الفتوى ده علم اصول الفقه اللي هذا مرت كان اخرسته اي ادغاته اصول الفتوى اي وحي كو فديده معنى وحي مركاس اد غرانيسا قيمه اي ليهي مساله علميه او لا اسكا ان لا اسكورن مركاس اد غرانيسا نسال الله العفو والعافيه وما جعلناهم جسدا جن كما ناندين معنى وحي رقا ان سو ديري معنى وحي ويان جد لا ياكلون الطعام ان تعرين كما ناندين وما كانوا خالدين كوالا واريو وليغو جيرنا ما يهاينه انبياداسي اما رغاسي جيريا جسد نو الى هاينو بشر باي الى بشر نيمي كعيبينين بشر باي هاين وحنا او كوان عنتو عنا سلا ملائكتانا ما يهاين وما كانوا خالدين كوالا واريو وليغو اسكا وارنا ما يهاين نعم ايولا وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين الاخر ثم صدقناهم دبلنا وحن ورمينا انبياد ان صدري الوعد يباهي انو يباهنا ان نغغارينا ايام ورمينا والنبي عليه الصلاه والسلام مرك الهي بريي اللهم انجز لي ما وعدتني الهي وحي ادي بلن قاضي الهي ورمي ما انت بدر الهي واكي ورمي سبحانه وتعالى معنى وحوي هلاقي عدو جيسي ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم أيدي وان بدباد النيل ومن نشاء يعد انتي أن الضوني وعد المؤمن انتي لسعتي وأهلكنا المسرفين كوي حد دبينا وأن هلاقنا يقول الله سبحانه وتعالى نعم مركا إلهي قفنا موارد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد هذا القف كاه الرئيو أنوار النيل مجرو نعم تدقى إني مركا خدر النور يحي أوال واريين آيات كان علماء معنا وحي كسور جدا كور الدين يانو وحي لين خدر موارين وارنتي نعم وما جعلنا من قبل لبشر من قبلك الخلد دا خدر ما عين ما رتي ملك ما عين بشر بوها ومركا وحويان مركا وحويان أنبياضوا سداسة قتقيان وموارين ويدمانيين لكن بلن كيب وحوها أو أن أنب فلني إن أن أقر قارنا يغنى أبدبادنا مركا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى تسي وعلى أقر قاري سناديد القريش بأورتي سلوك وقورعي وإلهي أسوك أرسيو تسي كوي وحباري وإلهي سلو وحباري ودلي نعم يسجينا ولا بدباديين هي عندي الله وطاني هو مصرفين تانا ولو هلاقي هو يريك وطن بابا مركا قاعدة اسم القضايا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد معنى وحالة سبحانه وتعالى لأغلبن أنا ورسلي أنا أيها رسل الشيد وليسنين وإن جندنا لهم الغالبون عيدك ايجا جندك ايجا 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 ليسان ايجا نعم قال الله سيد ويدا مارتين كو معنى وحاوية كو حد قدبي كو كبري إلهي وعد يسي وصو صعداون إنه أن رأسنا دان دون نعم لقد أنزلنا ألا وعد وحاوية سودة جينا إليكم حقينا كتابا كتابا لذي سودة جينا فيه ذكركم معنى وحاوية شرفتي لأي كجر أما فيه ذكركم معنى وهم الحسوسينتنا أضو حسوستاني أي كجرتو أي أفلا تعقلون ماذا نعقل الآن كتابا نذي سودجيني شرفتين أي كجر أواكيها مع وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أذيك يقوم كاغبا وحويها الشرف قرآن وأنا الذي ويدين دونا مكا قرآن هو شرف قرآن هو شرف إنك قبصنا إلى قرب قال سبحانه وتعالى إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين قال إله القرآن كان قرب قال قارن إله وكد لي سبحانه وتعالى مركا وحو نويا حسوسين القرآن نويا قلبك يصفين يا إيمانك يقوين يا راد فربضن نفتي نقول يا إله يبوين وحنا يا ونبر يا سبحانه وتعالى حسكي على ويان وإلهي من حسينا انت القرآن كأخر سنينه معنى وحويان نحلينا كلفا إذي سنينه إلهي من حسينا سبحانه وتعالى
ملائكتي الله وحينو قريسا معنى وحويا أجري حسنات أي نو قريسا انت عندك يسالنا مركا ذكر بوينويا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم حسكينا الحسوستان أما شرفكينا قرآنك سلان شيئا شرف بوياي وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا مكة وكمرك صوب الإمام الشاطبي له معنى وحويا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا قرآنك مبكو رمي وحويلي معنى هنيئا مريئا ويا أو والداك عليهما ملابس أنوار مركا قيامها ليمادو والد كابا وحلوحنا يا تاج آذو قروح بدن أو مركو والد كويلا هذا أو تاج كان يقروح دان حقين قيامي بلتاقي أو ولد جندي لمتاقي أو ضدكي معنى وحويا موقف كاسا لتاقي مركاسا وحلوحنا يا تاج الوقار وحلنا والدكي ملابس أنوار وقروح ذيدا يفتن كذا عضي أبطو معنى وحويا من التاج والحلى والذهب يدي يجبوح لسكو قرحنا يونا هدي والد كيسيدا يهي فما ظنكم بالنجل عند جزائي ننك يساقو قرآن كحبذي أبا المرنتي سمحاكم على نساء أولئك أهل الله والصفوة والملا كواسي وأهل كي إلهي سبحانه وتعالى أهل القرآن وأهل الله وخاصته وأهل كي إلهي تدك القرآن كود دالة تدك القرآن كمارة تحبذي تدك القرآن كمعنى على قللة وأهل الله سبحانه وتعالى أهل الله إلهي وهو كرامي سبحانه وتعالى العلم البهل كذا وهو كرامي إن لله أهلين من الناس تدك أهل بوكولي تدك أمارة الله تدك أهل بوكولي أهل القرآن أهل الله وخاصته تدك القرآن كقبصدا مركا تدك القرآن كقبصدا ديكو حفظي وكل يلما ويسوق لي أنه يضع أبوه الرأي لكن كو برتا هو كو عمل فلا كو مارتي معنى وعويا تفسير كيس برتا وحاصل أنه يسوق لي أهل الله الذين يتمسكون بهذا القرآن قرآن كو قبصنا يا أي أهل الله سبحانه وتعالى كو أسا مركا وعليا فيه ذكركم أفلا تعقلون إلى مركا وعليا ماذا عقل لهم مركا عداد قرآن كقبصن ويدو معاكلة قبصن با وكم من شرف وردت لأهل القرآن كم با إلهي الشرف سودة جيي كم با إلهي آيات وحاديث ما ردت يكتم أهل القرآن كي كرامة إلهي كله سبحانه وتعالى مركا قفكو وآينو كدد علينا أهل القرآن الضوء وأهل الله وكبيره وكم قسمنا إمسانو نبر جميني من قرية قرية مسانو قص مارت كسميني معنى نبر جمين وآل قربريني كانت هاي ظالمة تي ظلم سميسا وأنشانا أن أمام الظنون عريني بعدها يد دبديدنا قومنا خرين قولك لأي مسانو انت أنو قرية بابيني إمسانو قولك لكو أبو الرأي وقولك لأي سكدقين دولكي أي قولدا سلهايين بدنا كم تواتي خبرية دا هيدا كثيرا هيدا الله بدنا وي بدنتاي انت ان قريو دبرك كجبيني قسم الظهور قسميني نعم وانشانا بعدها قوم اخرين وانا عرني وانا ابو ري معنى وحن قرك له انا ابو ري فلما حسوا مركي اي دريمين باسنا عذاب كيجي مركي اي دريمين اذا هم منها يركضون وابيغوا عرية وعبسني وبحسني او عذاب كده هكوها كايم كي ما دامو سودغو ننن حسوسا مايو قري لحسوسا مايو اولاد لحسوسا مايو نفسي نفسي وكد عيس مالين دغالو كد عين رقي چوغي باقراني رقي چوغي ايا قراني نن اولا ننكين فاداري فوق قلستي وحويان وكد قاقي نعم بريق عمر لقصو قعيان بسستايو تقال كمركو دعيي اي ملاها لبها بيني ملاها يا هاي
مسجد كشاع سوفين أيام كنت كنجر مرقى سادين شيخة أيام أشي سكتاري تبكي بلا ضياء مرقى سو آيات نكو أخرية وحولي لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه وارم حال ضياء عيسان هاو سوكو أنكري اسكفر ديا ويا دقي سريا نوال بعد موح كدين قريبان مدينة كيالي مدينة ما ينمر بولي قرن لو بحيو حولا ودعايا ومضى لقول نسجري بولي قرن بلو بحي بولي دواء ودع حقا أفرار كونفركا مركا بولي قرن بلو رنجر رجا وهو يبا كرن ايه وقت كرن يبا كرن ايه رجاس ماشاس وحن وحن سيحان ملا دورا بيبا قري صدح طبقة او كالسر ايه وطبقة هو سيا فرد كل ايه وقروح ذا ديابتو ككوحيقا أنه ما بكري بارما لينا لكن كاسنو كسيابتنا ككلنا وحوا هبدادي يماشي سلاتي يوضيقا هم باحقا سرين عيو كوري سامالي مركا نيكي بوري قاعد استمركو فراحة كقاضي أيو دلال كنع يو الابتين ديجي ما قاعدين آني كمقنين مركا سوشو قحوتي يكو سوقحي وقو ملاها بين يلا بصيح دي دي بدي نورد بكو صوداف marka waxay soo galay ragii bariga halka joogay iyo yeynta imka amaamada isee gooli qaranta iska wada waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala wa kam min qaryatin ahlaknaha imisa ilaahay qaryo marka waxa la rabaa qofku meeshu dagayo hadago gurigu dhisanayo ma hadisko wa ina taa'ada ilaahay subhanahu wa ta'ala ku amirto marka hadal hatta ka tagto buurna tagtine adiga waa isugu kaamid waxa wax dhimada فلما حسوا بأسنا مركا دريمين إذا هم يركضون وابيقوا يا عيا مركا سوحا لقولي لا تركضوا وارمحوا يا عيسى وارجعوا إلى ما أترفتم فيه مالين لذنكو راح يا رجيس نصيدا هم بيهاي ويذا نساهم ما نقرر يدو لقوض يا عيا ومساكينكم يقريه إني أرنغضا واستهزاء مركا هالكني وعلى قوة السياسة على ليه يا لعلكم تسألون وروح لأن مساكين تيه إنتي ما دالك يا بايو وحدي ويدستاني ta iska fadhay oo maartay guriyaha ay iska dhex fadhiyaan leey marka xaqay fadhayaan meel cadaab jiro yaa fadhayaa marka waxa wa masaakiinkum iyo guriyihiini la'allakum tusaloon in wax la idin waydiistaa laga yaabayo masaakiintu ay wax idin waydiisatee ama la'allakum tusaloon amma kuntum fi wixii aad ku jirteen ee nicmaha ay leedin ka waraystaa laga yaabayo wax la idin ka waydiyee bal in yar maalmo joog oo adkaystaa leey xaqay ka adkaysanaya قالوا حين يا ويلنا شريتنا يا ناي كالي او هذا اوانو معنى قوم موي يوم ارتي كالي ووقت جاجي يا ويلنا انا كنا ظالمين ظالمين بان عينو مركاس قرنا يا ناي ظالمين هاين فما زالت كميتك تلك تا اليه اننا كنا ظالمين دعواهم الى الشركه ودي تاي ومركا لقحي ملا قحوتي هذا الاسباركو هيا لك الشيكيستا واروحي عن سمعيني ظلمي بوها واروحي عن حبني بلا يدا ما نسكت دينو هل كيف كسوق قبلنا مانتا هل انت ساك صعدة فما زالت تلك الدعوة شاكك الماشا مطالو قريه نصر مطالو ملك الله قادم مايو سيار آيات بايلا ينقود سيادة وحكو قادم ايو فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم إلا أن كي يلي حصيدا وحلا قرطي أوكال بيرتا مركا لقويو أيام لنا ضوال الجوية وحر مارتي وحشد بالبسمي مركا بير الجوية وكلا خامدين حالة يكو بخت ماشى طاقسن ودميت كساس ما رد المرين ميت كود المرين لعقت البنكي ده حال عقتي لقى سوق في أو يدو الدولار يدو يشيل ما طاقسن أيام دول مرين قادن كروي وطاف فرصته هل مليون دولار هل كايا لوكس كان قادن كرتو ايانا مدى حاصل دقيقين حبط باكو عيسته من باب ميلها فوقيدا لك ايان حبط كو يربع معلم مركا انتو صبحي كلاهي ايو سوق انتو مركا سوق جوان بوسو بحسدي بنا هذا بو عجيب معلم تورد بوسو دي نبر بوسو سيدي حبط باستولا دانا كان بوسو قرد قولي بيان جوني بولاي منايا تدوا بخلا كنو دولار ملا العقا ايو سوق maalin todo marku soo sidii habeenki meeshu soo dhow yahay ayaa meeshi loo joogsaday markaas isagii la dil gaaray 700 koob kana waa laga qaatay marka dollarka isagoo yaala ayaa la qaadan waayo saamaanu dul maray oo ka talaabsanay marka wax la qaadan kara iyo wax aayad bulay ka tusay subhanahu wa ta'ala naxam hadaan ku qaadanayno khamidin ayaa marka baxtiyo meeshi daadsan
ayaa halkaa looga tagay xataa jacalnaahum xasiidan ilaa aan ka dhignay wax la gurtay oo kale khaamidiina oo bakhtiya oo markaa macnaha waxa weyaan caynkaas wamaa khalaqna asamaa samada umaanaan abuurinaya waalarda dhulka iyo wamaa baynahumaa waxaa u dhexeeyaba laacibiina inaan iska ciyaarin oo samada iyo dhulka iyo waxaan samaynay cajiibka iyo aayaadkaas ma waxaad u malaynaysaa inaan ciyaaru abuuray ilaahay samada iyo dhulka iyo waxa intaa leh oo cilmigooda la dhammayn kari laa yahay ma wuxuu u abuuray cabas laacibiin maya low aradnaa haddii aanu doonayno an nattakhida inaan yeelanno lahwan ciyaaro laittakhadnaahu min ladunnaa annaga agtayadaan ka yeelan lahayn waxaanu ku ciyaarno oo ilaahay baa wuxuu leeyahy fardan wa taqdiiran bal macnaa waxa waya waxaad leedahay ilaahay wuxuu yeeshe lacib buu abuuray haddaan ciyaar iyo lacib doonayno annaga xaggayagaanu ka yeelan lahayn low aradnaa an nattakhida lahwan ciyaar haddaanu doonayno laittakhadnaahu min ladunnaa xaggayaga ayaanu ka samaysan lahayn in kunnaa faaciliin haddaan samaynayno laakinanaa lam nuridhu walam nattakhidhu manaanaan doonin manaanaan samaysanin baa la leeyay subxaanahu watacaala oo allah inuu ciyaaro waa uu ka nasahan yahay ama inuu ciyaar wax u abuuro ilaahay uu ka nasahan yahay subxaanahu watacaala oo qataada iyo suday iyo ibraahim annakhaci iyo waxay leeyihiin maa kunnaa faaciliin in kunnaa faaciliin ay maa kunnaa faaciliin maanaan macnaa waxaan kuwa samaynayaa manihin bay leeyihin nacam mujaahid wuxuu leeyahay kullu shayin fi lqur'aani in fahuwa inkaarun nacam in kunnaa faaciliin ay maa kunnaa faaciliin waa un diidmo iyo nafi maa kunnaa faaciliin bal naqdifu laakiin waxaanu ku ganaynaa oonu ku tuuraynaa bilxaqi xaqa ayaanu ku tuuraynaa cala albaatil ayaanu baatilka ku ridaynaa faidaa huwa fayadmaqu markaasuu xaqii baatilka bashaaqinaya oo bashaaqisku waa marka madaxa qofka aad loogu dhufto wax ee ay laftu soo baxda la yidhaha waa la bashaaqiyey marka xaqaanu ku bashaaqinaynaa macnaa waxa weeyaan baatilka faidaa huwa zaahiq waaba isagoo baaba'aya markaa baatilkiio baatilku xaqa ma hor joogsan karo walakum lweyl idinkana halaag baa idin sugnaaday niman kaale ilaahay ciyaar buu samaystay mima tasifuun waxaad ilaahay leedihiin aad ku sheegaysaan ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa weyl iyo halaag baa idinka sugnaaday oo dee waxay odhan jireen malaa'ikatu banaatullah almalaa'ikatu banaatullah malaa'igtu waa gabdhii ilaahay ilaahay bay subxaanahu watacaala u nisbaynayeen waxaan laa'iq u ahay subxaanahu watacaala alla markaasaa wuxuu ihi walahu man fi samaawaat alla wuxuu leeyahay samaawaatka cidda ku sugan iyo walardi dhulka waman cindahu cidda isaga agtiisa joogtaana oo malaa'igta allaha subxaanahu watacaala iyo inta macnaa samada ku sugan laa yastakbiruuna kama san taagaan oo iskama kibriyaan can cibaadatihi allo alle cibaadadiisa iskama weynaysiiyaan walaa yastaxsiruun kamana waxsadaanoo macnaa kasal iyo wahsi cibaadada alle kagama dhaco ee cibaado allun bayba ku jiraan subxaanahu watacaala yusabbixuuna alleyla waannahaar habeen iyo maalinba way u tasbixsanayaan oo laa yafturuun mana daalayaan laa yamalluuna can dikrillaah ilaahay xuskiisa kama daalayaan subxaanahu watacaala marka sifadaasi sifo basharka ilaahay siiyey maaha oo malaa'igta ilaahay siiyey oo ilaahay dikriga iyo xuska alle waa lagu ilhaamiyey iyaga oo sida loogu laynoogu ilhaamiyey nafaska iyo inaynu iska neefsanno innagoo macnaa kulfa iyo waxba dareemin ayaa iyagana dikriga alle subxaanahu watacaala loogu ilhaamiyey alla wuxuu leh amittakhaduu ma waxay ka yeesheen min duunihi kuwani alla sokadiisa miyey aalihatan may waxaan usheeda amittakhaduu ma waxay yeesheen aalihatan ilaahyo ayay min alardi dhulka ka samaysteen hum yuushiruun kuwaasoo iyagu wax noolaynaya aalihadaasoo iyagu wax nooleeyaa miyay dhulka ka samaysteen asnaamtooda low kaana fiihimaa haddii ay ku jiri lahayn markaa macnaa maaragtay fi lardi wasamaa waxaan ujeedaa low kaana hadduu ku sugnaan lahaa fiihimaa aalihatun samada iyo dhulka hadday ilaahay ku sugnaan lahaayeen ila allaahu alla un mooyaane la fasadataa ilaa bimacnaa halkan waa kayru baa leyy oo icraabteedana way qaadanaysaa marka low kaana fiihimaa
هدي كسبنا لهايان دولك يا سمدا آلهة إلهي إلا الله أي غير الله الله أنا هين لفسدتا دولك يا سمدا وفساد الآيين فسبحان الله إلهي بانسها سبحانه وتعالى رب العرشها عما يصفون وحايا لك السفين يان أيها لك النزاهية سبحانه وتعالى ويسأل لا يسأل عما يفعل وحاو سمين يا ألل مويديو وهم يسألون أيها لكن ولو يدين يا سبحانه وتعالى الله محو السيدة نسمى يا لما يراه محايا لعيد سؤاشا ويدين كرتو وكل رد كرتا الله مجرد سبحانه وتعالى وحنا بلا حكمة الله وما سمينه وحو سمي يبقى الله حكمة وسمية حكمة أما ينقوا أن فهمه أما ينفهمي مكا الله يسأل حبل مويديو سيدان محو سمي لما يراه قف كير محو ألا ودي لك كير محو إلهي سيدان وابوري كير محو إلهي كان فقري أو غدقي كان محو إلهي هو قاضي كان مع أسباب تينقوا من نقاطي قف كابا حيو اسكدي من إلهي باقاتي سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكن ذاتك ولو يدين يا نعم أو إلهي بايقا كدن بيو فوربك لنسألنهم أجمعين بادتك وضن بيس نعم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا أنت بمعنى هل بالي هل اتخذوا موحي سميستين من دونه سلسو كذي آلهة إلهية كلمة سميستين قل هذا يسلاك يوحد كنت هذا هاتوا برهانكم والدليل كين يحجني نون كان إلهية سميستين دليلك هذا كم قرآن كي ذكر من معنى وحويان حسوسين كيويان معي أنيقا هذي قفك مؤمن كأنيقا معيقا قرآن وذكر يا حسوسين بويا وذكر من قبلي كوي أنيقا يقهر ريايا يا مارتي كتبتو دي يوحي على الكتاب كي أخوانا أيقا نذكر بويا هو وحسوسين يا كتبتو دي يوحي كيالي أو لو شيقا يو لو تلمامي وذكر من قبلي بل أكثرهم بل أنكودوا لا يعلمون الحق حق مقرريان وإسكين تختريان فهم معرضون أيه حق أيه كجسريا نعم مركا قفك وحاو الدليل يبرهانو هايو أيه حجاو هايو هلي ماتو هداد الله أن حجاو هايسو لك عالب على ليه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين واتمالك لينو قتمد مركا هذا كان قرآن كي ذكر من معي ذلك أنا لقى معي يا صحابة يا ذلك المؤمنين تا وحسوسين بوية هاي أو ذكر بوية نعم وذكر من قبل كو يعني يقوه الرأيينا حسوسين بوية غنو يهو دي أولادو دي عدا تفيرتا كتبتو دي بوية غن حسوسين ايا بل اسكادا يكترهم لا يعلمون الحق مقرانا يا رو اسكايدا تريا فهم معرضون ايه حقي بيكجي سنة يا نعم طيب الله مركز أبعو وما أرسلنا من قبلك أدقى هرتا نبي محمد وما ناندر من رسول رسول إلا نوحي إليه ونوحي وني ووحي لوحي ودوام حي أنه أي الأمر والشأن إلو يعي لا إله إلا هنا نشر إلا أنا أنيق مويان فاعبدوني أي فاعبدوني أنيق يعبدا سنة سيحي كتاب والبوحي لوحي وذلك كيس وحي عي الرسول كيس الوشا يعي معنى وحويان لا إله إلا أنا إله كلمة شرو أنا نلاعي فاعبدوني مركاني قوني عابدا عبادتنا وحويان معنى وحويان إن إلهي معنى ظاهرا وباطنا إن إلهي سلبتو وأقواش هذه أفعاش هذا إلهي كعابد سبحانه وتعالى نعم وقال وحي الذين اتخذ الرحمن الله الرحمن كي وحويا شيء ولدا عرب يا شيخ هذا او ولل ايولي هي ام عرب ولي او ولد كمركا واكو يني مركا سا قبائل كقاركود او قبائل قريش كاملا خزاعي اي بن ملاين ياي قلدي اورن جيرتي الملائكه بنات الله ملائكته وقبله الهي بيدان تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا سبحانه الهي با سبحانه وتعالى نقص يوردن الهي با كهفا بل اسكداي عباد اضمويان مكرمون لما موسى الهي با ما موسى واهل التقوى ملائكته الهي كعب سودان مركا الهي با كراميه سدا اهل ارض غبا
مرك إلهي كعبسدان إلهي وكرامه سبحانه وتعالى والله إن أكرمكم عند الله أتقاكم عباد المكرمون وأدوم الله ما موسى إلهي حقيسا لا يسبقونه كلامه المران الله بالقول هذا الإلهي كلامه المران وهم بأمره يو أمر كيسا أي يعملون كعمل فلان أو إلهي هذا الكلامه المران وإلهي بي أي كعب سدان إلهي بي كعب سدان سبحانه وتعالى مركا إنقنا وتلينود إلي إلهي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله يا رسول كيسا وحبها كلوه المرنى ليلي مركا إنا نقوح إسكالان ما أدو أي الدين يوم بأمر يعملون يعلم وحوقيا ما بين أيديهم وحيق كهر يوقيا يوم خلفهم وحكتم بيبا مركا أحوشو ضرنمه لسعداء ويحاطيي ولا يشفعون ملائك تاسين ومئر قيان إلا لمن ارتضى قف الله وكرى لنقضي موياني وهم يوم خشيتي العب سديسا أي مشفقون كوي عبسنا إشفاق أيو يا خشيت واسكم بدون مركا ورتو مئر قيان نينان إلهي كرى لنقض سبحانه وتعالى إلا الملائكتو واط إلهي نوشي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون معنا وحنا للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وكإله سورة وحي مقتل دونا معنا وحنا غافر قولك عجيب كملائكة حتى قوة عرشه أي كو قوليان مركا ملائكة وحي كمذين عند الشفاعة قاضي سمال انت قيامه لكن ما شفاعة قاضيان وإلهي وقمير قينيان إلا من ارتضى من إله كرى لنقضيه سبحانه وتعالى وهم يوم من خشيته اللعب سبيسا أي مشفقون أي كعب سني الله كعب سني مركا خشيتي سيعب سبيسا قلب قوضة كتشرته الله يكعب سنيان والله تعالى أعلم وأحكم